والفيلم سان امريكان فيلم بس حتى ذا فاكت اللي هو الفيلم هنا يعني الاستاذ محمد حفظي هيز فيري سيلكتيف بالافلام اللي بيختارها في المهرجان. وانا بصراحه من اول لما جيت هنا حسيت ان المصريين فعلا بيحبوا الافلام وبيفهموا فيها, فان شاء الله يعني هيعجبهم الفيلم. انا دوري كاركتر اسمه مراد اللي هو صاحب ماري كوفن, يعني لما بتروح العراق بتحتاج لها مساعد مترجم, فانا صاحبها هناك. يعني هي قابلته هناك last time بس لما جت المره الجايه كانت لسه بتدور عليه, يعني حبيته قوي فشيز ريكويستين مراد. فلما بتشوفني بتفرح قوي, وانا المساعد بتاعها بدخلها الاماكن الصح وبترجم لها, ف is her right hand man. يعني الحمد لله كان في ممثل كان صاحب ماري كوفن كان لسه عايش فكان معانا في الست كل يوم, فكان في انترفيوز عن الدور بتاعي, كنت بتفرج على الكاركتر نفسه وبشوف ازاي البيرسوناليتي بتاعته. طبعا بو كان بيقول لي قصص عنه وكان في يعني مساعده منه كتير. يعني لا اكيد اكيد, يعني انا من وانا صغير نفسي امثل هنا, وامي نفسها تشوفني في حاجه في رمضان فان شاء الله يعني نفسي اللي انا اشتغل هنا, ودي بلدي يا دي اند ذا داي, فيا ريت. يعني هوليوود برضه يعني ينفع الاثنين, ليه لا؟ Yeah.